ترى الاقليم له برلمان خاص بالمناسبه وقراراته خاصه وما له علاقه بينا ولا يعترف بينا. خلينا نكون واضحين يعني شنو هم اتحداهم اذا طلعوا اذا هسه قرروا قرار وقال خلي يطلعون البكاكه او خلي يطلعون نفسهم الاتراك، وش مدريك انت ما سياسيهم داخلين بصفقات كبيره ويا الاتراك. احنا لو نتكلم على ارض صلبه ونوقف نحكي حقائق لولا ولا احنا ليش احنا نضحي ونطلع ما مجاهدي خلق مو احنا طلعناهم ها إيه؟ ليش ما نطلع البكاكه؟ شنو اللي لازمنا؟ بس احنا ما نقدر نسوي شيء لان ما عندنا سيطره 1% على الاقليم يعني ومصالحهم ويانا فقط على قد الرواتب. يعني الاقليم خارج نطاق الدوله العراقيه شنو لا وين لا يلا هسه اتحداك دخل لواء من عندنا قل لي هذا راح ندزكم لواء من الفرقه التاسعه مدرع راح يدخل وصلوا للحدود ها اذا دخلوا بندقيه انا معتب قول يا استاذ بدر لعد شلون راح يتم الاتفاق اذا لا تسمع كلام استاذ سرمد ده يقول بانه ما عندنا احنا سيطره على حكومه الاقليم ولا نقدر ندخل جندي ولا نقدر ندخل سلاح واحد الى الاقليم شلون راح يكون الرد او الاتفاق بين يعني وبين حكومه الاقليم؟ لا يوجد تعاون، نعم صحيح لا يوجد تعاون، لكن اليوم المصلحه هي عامه اعتقد، وهناك وفد سوف يصل الى بغداد الساعات القادمه لغرض التباحث في هذا الموضوع. اكيد هناك ممثلين للحكومه، حكومه الاقليم في بغداد، اليوم هناك ممثلين لحكومه الاقليم. استاذ سرمد يقول لك جايين الوفد على الرواتب. كل الحديث سيد بدر انه يكون هناك قرار سياسي. نعم على الرواتب قول له يعني هم جايين على موضوع عيد السؤال حتى اسمعك. سيد بدر استاذ سرمدي يقول لك الوفد اللي جاي على مود الرواتب. نعم مو على مود غير شيء. لا ليس اليوم عندما نطلب عقد جلسه برلمانيه واكيد الساعات القادمه سوف تحدد الجلسه راح تناقش في مجلس النواب والاخوه الكرد موجودين راح يكون قرار بالتوافق، فلا اعتقد هذا الموضوع. يعني احنا لا نريد نغلق الطريق ونقول ان الاخوه الكرد غالقين الطريق لا يريدون، اكيد راح يكون الكلام واضح وامام الشعب. اذا كانوا لا يريدون اخراج حزب العمال فهم يتحملون المسؤوليه، لكن اليوم الاقليم هو جزء من العراق والحكومه الاتحاديه هي المسؤوله عن بدستور حمايه كل الاراضي العراقيه، وكان ليله البارحه هناك حديث للاخوه السياسيين الكرد يحملون مسؤوليه الحكومه العراقيه بعدم التدخل. نعم. لكن انا تحدثت وقلت ان الاخوه الكرد لم يسمحوا لعسكري واحد بالدخول الى اقليم كردستان، يحتاج انه الى توافق سياسي، اكيد الاجتماع المقبل تظهر به نتائج ايجابيه.